Amen.
على اول وقت
حولها بما يحوط دائرا، وكانت كثيرة جدا على وجه الصحراء، وها هي يابسة جدا. وقال لي: يا ابن الإنسان، هل تعيش هذه العظام؟ فقلت: أيها الرب ربي، أنت العالم بهذه. قال لي: يا ابن الإنسان، تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي قول الرب. هذه الأقوال يقولها الرب لهذه العظام: ها أنا أورد إليكم روح حياة، وأعطيكم أعصابا، وأصعد عليكم لحما، وأمد عليكم جلدا، وأبت عليكم روحي فتعيشون، وتعلمون أني أنا هو الرب. فتنبأت كما أوعز إلي الرب، وعندما كنت أتنبأ صار صوت، وهذا زلت، وقربت العظام كل عظم إلى مفصله، ورأيت وقد صار عليها أعصاب، وأفرعت لحوم، وصعد عليها جلد فوقها، وروح لم يكن فيها. وقال لي الرب: تنبأ على الروح يا ابن الإنسان، تنبأ وقل للروح هذه الأقوال يقولها الرب: ربنا أنت من الأربعة أرياح. إلى يخمر العجين كله، فالقوا أنتم الخميل العظيم، لتكون عجينا جديدا كما أنكم فطيرون. وما زلنا إلى يومنا هذا
فرق بين الموت في العهد القديم والموت في العهد الجديد هو أننا نموت جسديا، لأن هذا تركيب هو ترابي، إلا أن تلك النفس التي اكتسبت نعمة الروح القدس في المعمودية وفي سر الميمون في سر التبريد هي التي أعطتنا بأن نلجا إلى ملكوت السماوات. المعمودية هي دفن للخطيئة، ولكن القيامة في المرة الثالثة يذكرنا بقيامة المسيح من بين الأموات. كما نحن اليوم نعيش هذه الآلام، تذكر الطفل عندما يبكي في جنة المعمودية يتقدم